طلابنا وطالباتنا الأعزاء لمادة علم الفطريات الطبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر معكم في الجزء العملي من مادة علم الفطريات الطبية. يعني كما تعرفون نحن نتعلم التجارب في المعمل ونقوم بشرحها إلكترونياً. المعمل اليوم إن شاء الله حيكون عن تحضير الأوساط الزراعية الخاصة بالفطريات. والأطباق الزراعية والأوساط الزراعية الخاصة بالفطريات تختلف عن الأوساط الزراعية الخاصة بالبكتيريا، تختلف من حيث الأسماء والتركيب كما حنرى في الشابتر. الأوساط الزراعية للفطريات بالنسبة للأوساط الزراعية دائما وبشكل شائع نقوم بزراعة الفطريات على تيوب ميديا، على تيوب ميديا لأن لها أفضلية. ليش لها أفضلية؟ لأنه هي سيف، يعني ممكن نغلقها بالسدادة أو الغطاء الكفر، بالإضافة أنه ممكن ما تعديش الأشخاص اللي بيشتغلوا فيها، ما تعديش الأشخاص اللي بيشتغلوا في الأنبوبة. هذه هنتحدث عنها لاحقا، لكن إحنا بنعمل زراعة للأنبوبة، للفطريات في الأنبوبة، خاصة إذا كانت العينة استيرايل، العينة تبعتنا معقمة، يعني مثلا مأخوذة من منطقة معقمة، يعني مثلا من CSF، متاخدة من الأعضاء الداخلية، من بلد، من كذا. يعني فيش احتمال يكون في العينة contamination. ليش؟ لأنه أي contamination في الأنبوبة حيعيق نمو الفطريات الممرضة، لأنه مساحتها ضيقة، مساحة الأنبوبة ضيقة، عشان هيك الأنبوبة لازم بتكون أوسع من الأنابيب اللي بنشتغل فيها اللي هي البكتيريا. تقريبا بكون حجمها والدياميتر تبعها من 18 ل 150 مليمتر، عشان يكون اللي هو في عنا thick butt، يعني الجزء اللي تحت يكون سميك وما يصيرش له دراينج بسرعة، ما ينشفش بسرعة. وكمان من ميزة الأنبوبة هذه إنه ما بتنشف الميديا تبعتها على الأقل إلا بعد 6 شهور، إلا بعد 6 شهور. وهذه طبعا برضو ميزة جيدة في تيوب ميديا غير متوفرة في البتريديش. البتريديش بالنسبة للبتريديش احنا بنستعمله عشان نحصل على مستعمرات منفصلة، عشان هيك ممكن نزرع عليه على البتريديش عينات ممكن تكون ملوثة، إذا عينة سبيوتام بيريولات ماتيريال أو سكين سكرابينج. ليش؟ لأنه حيعطينا مستعمرات منفصلة، وأنا حقدر أقدر مين الميكروب الممرض من الميكروب الغير ممرض. الميديا فيها سوليد ميديا، فيها أجار تقريبا 1.5%، عشان هيك هي سوليد. الزراعية في عنا سوبرويد ديكستروز أجار، هذه كلاسيك ميديوم دائما بنستعملها في اللي هو زراعة الفطريات، ويعني مفضلة في جميع المزارع أو الدراسات. في عنا السوبرويد هذه ممكن نضيف عليها كمان أنتيبيوتيك عشان نمنع نمو البكتيريا، ممكن نضيف عليها كلورام فينيكول. يعني مثلا أنا ما بدي تطلع معايا بكتيريا على الطبق، بروح أضيف كلورام فينيكول على اللي هو الميديا عشان أمنع اللي هو البكتيريا من النمو. في عنا بكتيريا أو طبق آخر اللي هو مايكوسيل أجار. المايكوسيل أجار هذا يحتوي، هو عبارة عن سبرويد، ولكن يحتوي على كلورام فينيكول ويحتوي على مادة أخرى هي سايكلوهكسامايد. شو وظيفة السايكلوهكسامايد؟ وظيفتها منع الفطريات الرمية وبعض الخمائر. ايش يعني الفطريات الرمية؟
اللي هي الفطريات اللي موجودة في الهواء اللي ممكن يتلوث لي الطبق. فلو أنا حطيت كلورامفينيكول راح أمنع البكتيريا من النمو وتلوث الطبق، لو حطيت سايكلوهكسامايد راح أمنع الفطريات الرمية الموجودة في الهواء من النمو وإنها تلوث لي الطبق، فيكون من عندي الطبق يعني بشكل ممتاز. كثير من البكتيريا أو الفطريات هي عبارة عن فطريات انتهازية زي الاسبريجيلاس وسكوبيروسيز. هذه الفطريات ممكن يمنعها اللي هو السايكلوهكسامايد، بالإضافة ل اللي هو بعض البكتيريا زي الأكتينومايسيز، هذه بتمنعها اللي هو الكلورامفينيكول أو بمنعها الكلورامفينيكول من النمو. يعني أنواع تانية من الأوساط الزراعية زي برين هارت فيوجين سلانت، هذه ثانابيب، هذه مهمة جدا لزراعة نوع من أنواع البكتيريا واكتشاف نوع من أنواع الفطريات، أقصد اللي هي هيستوبلازما كابسوليتم. هيستوبلازما كابسوليتم هذا نوع من أنواع الفطريات. في عندنا ميديا اسمها بوتيتو ديكستروز أجار البي دي اي أو الكورن ميل أجار، برضو هذه مهمة لفحص أو مشاهدة السبورز تبعت الفطريات، بتساعدنا في تعريف اللي هو الفطر على الطبق. أنواع أخرى سبيشال كلتشر ميديا زي الكافيك أسيد أجار، هذه تستخدم بالذات لزراعة بكتيريا أقصد فطر اسمها كريبتوكوكس نيوفورمانس، فطر اسمها كريبتوكوكس نيوفورمانس. هذا الفطر بينتج الميلانين، بينتج الميلانين وبيعطي صبغة على الطبق، تقريبا بيكون لونها أسود على بني، وهذا الفطر ممكن يعمل التهابات في السحايا. في عنا بيرد سيد أجار، برضو هذه تستخدم لزراعة نفس الفطر من عينة ملوثة، من عينة ملوثة. في عنا الكيتي ميديوم والكلي أجار، برضو هذه تستخدم لتحويل الدايمورفيك فانجاي من الميسيليوم فورم لليست فورم، وهذا أخذناها في الجزء النظري. مثلا فطر بلاستومايسيس الماتايتس بتحول من الميسيليوم فورم لليست فورم. في عنا موديفايد كونفيرس ليكويد ميديوم ليفينس، برضو هذا الفطر بنشط اللي هو عملية إنتاج الاسفريول اللي هي زي السبورس تقريبا بواسطة فطر اسمه كوكسيدويدز إيميتس، وده هناخده إن شاء الله في الجزء النظري. درجات الفطريات للنمو، طبعا درجة الحرارة ممكن تكون من 25 إلى 30 درجة مئوية لمعظم الفطريات، لمعظم الفطريات إلا إذا كان بدنا نزرع اللي هو على الأطباق بكتيريا تشبه الفطريات اللي هي النيوكارديا، اللي هي النيوكارديا. وفي بعض الدايمورفيك فانجاي قلنا ممكن تعيش عند 25 وعند 37 درجة مئوية. أي فطر ممكن ينمو عند 37 درجة مئوية ممكن نعتبره فطر ممرض. بالنسبة للهواء، معظم الفطريات هوائية نوفر لها جو هوائي، لكن في عندنا بعض الفطريات لا هوائية، هذه لازم نوفرها جو لا هوائي، أو بعض البكتيريا اللي بتشبه الفطريات هذه لا هوائية ممكن نوفر لها جو لا هوائي. طبعا فطريات الدايمورفيك فانجاي احنا قلنا عنها انها في درجة حرارة الغرفة بتكون على شكل مولد، وفي داخل الجسم بتكون على شكل ييست. قديش فترة المزرعة؟ قديش فترة المزرعة؟ بعض الخمائر ممكن تنمو في الليل overnight. السابروفيتك فانجاي سريعة خلال عدة أيام، يوم أو يومين تلاقيها نمت على الطبق. لكن بشكل عام الفطريات الممرضة بتاخد تقريبا من 3 إلى 4 أسابيع. بعض الفطريات زي البارا كوكسيدويدز برازيليانسيز
ممكن تاخذ من 4 إلى 5 أسابيع. في فطر اسمه استوبلازما كابسوليتام ممكن ياخد معانا 10 أسابيع، ممكن ياخد معانا 10 أسابيع. لكن المهم انه احنا لازم نقيم المزرعة يوميا، كل يوم نطلع المزرعة ونشوف هل موجود فيها نمو ولا لا، ونحاول نتعرف على هذا النمو، ايش هو النمو اللي طلع معانا. اذا كان طلع نمو لازم اللي هو نطلع يوميا على المزرعة.